نقولوا باش طرح لي سؤالك نروحوا لعمر غريب. عمر غريب الحديث معك راح يكون شيق لانه عندي اسئله كثير. الاول انك عمر غريب يقول الوحيد يقولوا بلي يحب مولوديا سي سيبورتا تاع مولوديا، ولكن يقال بانك الوحيد من لي ديريجون تاع مولوديا اللي خسر نهائي كاس الجمهوريه مع اتحاد العاصمه. قال لك هذه تبقى في التاريخ انه لو سول اللي خسرت مولوديا معاهم في فينال. نو ماشي خسرت، ما خسرتش فينال، خسرت خسروني فينال، خسروني في شوف لا بروف خسرنا لا فينال وشتو وسرا سرا. وربي حق، ربي حق وعمك، وربي يكرم من يشاء ويهل من يشاء. ربي سبحانه قدر الظروف، وليت انا المولود ديالو 14 افريل وكانت ايكيب رايبه والمشاكل داري وقداو منا ومنا، وربي قدرني وعاودت هذيك ال 20 جوار اللي كانوا 18 جوار عاودت شديت فيهم وموتيفيتهم ومنا ونحيت لهم بزاف حوايج وربي قدرني وديت التيتر. صح، هل صحيح بانك بعد اللي صرا في النهائي هذاك اللي ما طلعتش تدي لي ميدال؟ بعد نقول له بعد قلنا لا طاكتيك ما طلعش ديت لي ميداي، اللاعبين ما طلعش لي ميداي، ولكن افيك فيرتي بعد الحادثه هذيك قلت باللي ما ندمتش عليها لانني صمت لا فينال ولا صمت لا كوب دالجيري اللي اسمع. لا لا حقيقه انا ما ندمتش على الشيء اللي قلت لك باللي انا ما طلعتش، بصح انا ما حرتش اللاعبين. باش ما يطلعوش، هل تؤكد باللي ما حرتش اللاعبين؟ ما جامي جامي، راني دوك خلي جاز 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 جازت غطني عمري باسكو علاش ليكيب خدمتها من قلبي، وكنت انا نطيح ونوض باش نخدم هذا الفريق هذا، وكانت يدخا فيا باش حبت تكسرنا وهذا ما كان. وانا عطيتهم لوكازيون باش خلطوا لك شويه. هل صحيح انك بعد خروجك من المولوديه بعد الحادثه هذه يقولوا بلي كنت في اتصال مباشر مع اللاعبين يوميا الى درجه انك وصلوا قالوا بلي الخساره تاع امل الاربعاء كان وراءها عمر غريب باش يعاود يرجع؟ لا هذوك الناس الفاشلين، هذوك الناس فاشلين من راه عمر غريب، هذوك الناس كاع اللي جازوا كاع اللي جازوا فاشلين كاع قاعد تحداهم. يا خاني في التلفازه عندك رضوان، انا ما نتكلمش نحصل في بن شيخ نحصل في عصاد نقول كذا، انت فاشل تبقى فاشل. هذه مولوديه كبيره، مولوديه عندها مواليها، ومولوديه دوك اليوم مولوديه اللي انا نتواجدوا فيها، مولوديه هذه احنا نحبوها ونحبها. انا ماشي انني قلت لك انا ما يقيدونيش الرجال، نستنى الشهر ياكل كل شهر باش تخلص وتحضر على بوحنيكه وتحضر على عمر غريب، فاهم؟ عمر غريب شريف عليهم، وعمر غريب انا كان كاس ما نجيبوا المولوديه اللي جبت بهذوك الناس ما يقدروش يجيبوا. فهمت كيفاش خويا؟ وهذوك الناس كي تربح مولوديه هما ربحوا. حبيت نسقسيك اسمع هادي علي اسمع عمر كيفاش انت العام العام اللي فات مولوديه الجزائر خويا يسعد كملت ب 11 نقطه في 15 مقابله صح، والعام اللي فات كملت لالي ب 15 نقطه في 15 مقابله، وهذا اللي كريتموه انا وبن شيخ جبنا نقولا وروبرسون وصلاح الدين ولوطينا اليوغود ولوطينا اليوغود على انا جبتو عطاو له باسبور انا جبتو انا نحب مولوديا خير من هذوك اللاعبين اللي نعطيك راه 100 هاد الناس الفاشلين واش حبوا يديروا لي جوار كاع اللي سعد خويا كاع بدلوهم كاع بدلو كاع ليكيب بدلو كاع ليكيب واش عندي علاقه معاهم كي واش مش انت مسؤول يقول للجوار ارفد رجلك ولا خسر ثاني اربعه كانوا راكدين في الدار جابوهم من الدار على وحده الفريق كان ميت الفريق كان ميت باسكو اللي كانوا شادينو هما موتا خاطيهم تسيد على المولود كانوا يتمسخروا بالفريق كانوا يصرفوا فيه اموال تاع الدوله هذا ما كان. هل صح انه في نهائي كاس الجمهوريه العام اللي فات انت اللي بدلت لا تكتيك؟ نعم لا في نهائي العام اللي فات انت اللي بدلت لا تكتيك. علاش عمرو واش كيما نقولوا وليد الفريق ولعب في الفريق وانا شديته وعلاش نعاونوا كيما نعاونوش انا انا المسؤول الاول على الفريق حكمتها انت وخلاص. لا انا معليش بصح هو وليد البايت سبق وليد الفريق ومدرب جو تعاونوا من ناحيه تكتيكيه نعاونوا من كل حاجه نعاونوا من كل حاجه من اللاعبين باسكو اللاعبين دوك عمرو سيتاجا يقدروا يغلبوه لا كانوا غلبوه واحد الوقت باسكو ما عندوش المسيرين ما عندوش بريزيدون صح بصح انا كنت عايش مع عمرو عايش معاه داخل الفيستير بالفندق برضو واللاعبين نشكرهم على كل حال ما هذوك اللي راحوا كنا ما كنت واقف معهم وانا عايش من حقه بريزيدون يقدر يدخل صح واضح. ما قلت في تصريحاتك الشهيره قلت في تصريح للهداف قلت المولوديه راه كي المراه اللي ما عندهاش الراجل وهذا الكلام غاض انصار المولوديه اللي هبلوهم انصار تاع الفرق الاخرى قالوا ما انتم مراه ما عندكمش الراجل لا قال لك شويه لا انا في المقصود هذاك ما انصار المولوديه الجزائر انا من هذا المنبر نقول باللي كاين الناس دوك الناس فهمت واش حبيت نقول انا انا ماشي نقول تسمى حبيت نقول باللي هاد الناس هاد الدار هاد الناس اللي جابوهم يعسوا الدار ماشي هاي هذا هو المقصود تاعها يعني ماشي الناس ماشي مو الناس ما يحبوش الفريق ما عندهم حتى يا رضوان يا خويا دوك انت راك اعلامي ودوك راه انا خويا عصاد وانا علي وانا خويا بورحلي
لي صافي بليزير عندي بزاف ما شفتوش والله صافي ثاني عندنا بزاف واحد الله او يعرف لي بلي ماشي من القلب دوك حبيت نسقسيك انت مولودي هاد لي زاني اللي فاتوا اسك حنا كنا راكدين اسك الناس كانت تشوف باقي كان دي زونسيان في المولوديه في المولوديه كانت حاكمه لي تقولوا هذاك الوقت يخدم يجي يخدم ويسكت وصل مصالح يدي صالح اسك تكونفيرم بلي كاين دي جوار كانوا يديو معاهم دي صالح كيفاش اسك تكونفيرم كاين دي جوار كانوا بعض المسيرين يدو معاهم اموال اي بصح ما كاش انت راكم ضرب لي دي ما كاش رانا نقولها في لوديت الوديت هذا راه في الوديت هذا هو كيكملوه المدينه رابور قال لك سي كونفيدونسيال صح سي كونفيدونسيال ما هو الجديد في قضيه نقولا روبرسون وزغدان هذه نقولا هذا جابوه ما لعبش لعب وقيلا ما كذبش ربي يا ربي سامحني وما ما لحقش عليه ما لحقش عليه جابوه دي مونداولي دوك انا 200 تسمى كيما نقولوا 220 يورو تقريبا زوج ملاير زوج ملاير ونص ولا 400 ولا 300 معليش دوك هذا نقولها ما لعبش والمسؤول اللي كيما جيت انا راح هذاك المسؤول دالو بريا عندنا بريا هذه الورقه هذه بلي تسمى راك مسرح ماشي نورمال هو ما يديروش هذاك يدير فوالا بلي تعويضات وكذا لا كان اليوم ودوك انا واش حباني راني مسؤول في الفريق هذا وما عنديش الاموال والله ما عندي راني نقول في التلفازه راني قيس روحي بصح راني بعت بريا على كل حال الماناجر تاعو وبعت الله فيفا باش هما يساعدوني يديروا جدوله يديروا لي كالندريه باش نخلص بالعقل هذا تصريح زغدان كان لمعرفتك المسبقه كنت على علم بالاصابه تاعو بدليل انه ماشي يلعب في اتحاد العاصمه ولا بالنظر لعدم اقتناعك بمستواه لا انا كي حكمت مولود الجزائر حكمتها قلت لك 14 ابريل انا اللاعبين اللي نحتاجهم شديتهم في الفان سيزون انا زغدان احتراماتي ليه على كل حال شفته باللي على كل حال ماكي فيزيكمو اني با سوليد باش يكون عندي اريال دروا كيما هو اريال غوش اريال غوش في العود بابوش انا كنت حميت الباب البابوش هذا بابوش باش يولي انا كان هو تما النواح بيكمل العقد تاعو في شباب وانا كنت تما كنت متفاهم مع ابراهيم بدبوده وليد الفريق باش نعاود نردو الفريق يعاود وليت انا شفتو باللي لي بليسير تاعو وكان ني با تما شغل ماهوش كيما نقولوا سي بارابور ما يطلوش في الوسط الوقت داهمنا باش نافونسي على جال هذيك ما عاود تما صح كون معايا صريح فضل. هل بعد خساره المولوديه امام سطيف اتصلت ببعض المدربين؟ جامي بصراحه جامي 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 ما اتصلت حتى بمدرب ما كان حتى مدرب وتحدى واحد اللي يقولها جامي دلافي نديرها وما نديرهاش انا تكلموا بلي اتصلت ببعض المدربين ما كانش منها ما كانش سيفو انت تكلمت على استقدام انتقادك باستقدام نقولا استقدام صلاح الدين استقبال روبرتسون هذا اللي جا من البرازيل عن بان نايمار عن بان نايمار بعد ما كان والو مي في وقتك انت انا اتذكر انك استقبلت مبيلي استقدمت حاج عيسى استقدمت مبيلو ومباسي هادو لاعبين ما لعبوش في المولوديه لا اسمح لي لا عاود بالعقل الحاج عيسى كان من احسن اسمح لي يردوا روحه بالحبه معليش روحه بالحبه حاج عيسى كان من احسن اللاعبين واليوم حاج عيسى راهو يلعب في شباب بدنا وراه هو ومونور دو جو تاع شباب بدنا صح الحاج عيسى الناس تتكلم هذوك شكون يتكلموا الناس اللي كانوا يقولوا بلي الاربعه خسرات هذوك هما راه زين مبيلي ومبيليسي هذا مبيلي بصح مبيلي مبيلي على مبيلي خويا رضوان مبيلي كان يسلم كان لاباس به خويا رضوان واش وزع المر عليك هذا كان لاباس به نقول لك حاجه رضوان انا فاش نقول كلمه انا نهار كانت عندي المعارضه ما كانش عندي المعارضه تاع خدمه باش تفهم خويا سعد يفهم يا باش نفهموا الناس انا كانت عندي المعارضه تاع هذوك الناس اللي حبوا يعارضوا نهار جابوا لنا هذاك تاع لابوي وجابوا لنا هكذا اما خدمه انا كنت نخدم الامكانيات قلال فهمك خويا دينا شامبيونا لعبنا كوب هرا لعبنا كوب دافريك وحنا خويا صح 13 جوار ليبول شامبيونز ليغ وكنت لاعب عامل لو غرون اهلي ابو تريكا والجماعه هذيك لعبنا مع الترجي نهار كان ليني رامو لا غروند ايكيب والوداد البيضاوي ربحنا جوي 3-1 رحنا ليبول كانت عندي تما كيما نقولوا الخبره الاولى بوتيت اكسبيريونس كذا منا وما كاين الناس كانت لوبوزيسيون ماشي على الخدمه اوبوزيسيون باش اوبوزيسيون هذا صح خلينا نافونسيو يوسف سفيان يقول بانك ما خلصتوش جامي سيفو جامي سيفو كيف قضيت ثلاث سنوات تاعك تاع العقوبه؟ يقولوا بلي تحب بزاف القهوه تاع بوشاوي هذيك تقعد فيها لا لا نقول لك انا عندي السر ديالي خويا رضوان باش تعرفها انا نقول لك دوك من هذا المنبر انا ما نخالطش الناس باش نقول لك باش تعرف عمر غريب انا ما ندور لا في القهوي لا في الحومات انا سكو في لاكابيتال ما ندور في قهوه ما ندور في حومه ما ندور مع الناس انا يا عندي دراري ولادي لا تيبيهم عندي من العشيه عندي صاحبي نورو بنميهم نورو كان حبابنا قدامنا كيما خويا علي
في بوشاوي الغابه هذيك وين نضرينيو عندنا صاحبنا تما غانو ونحن قعدوا تما تقالوا لي قهوه تاع عمر نو صاحبنا غانو هذا ندورو خويا رضوان هذا ما كان ما صح كيفاش قدرت تطرد بيليكانو يدير لونغار من المولوديه رغم انه الانصار داروا عليك مسيره ودعموهم وبعد داروا يدخل مولا بويا وجاي مولا بويا هذيك تاع بيليكانو هذيك تاع الطلياني طلياني باش تمتم نخفوا كذا باش ما شدوكش الوقت نعم هذاك بيليكانو جابوا واحد زوج عيبات ما سموش اسمهم تابوا على كل حال جابوه قال لك فوالا وراح ينفيستي وكذا او في فوكا مارين عنده لا سوسيتي خويا بورعلي يغلط يبعث لنا كاشي ونسيت هذا واحد يخدم لي يخدم لي ماتريكيش ديسكرو دار كاشي خليت في الكاشي رحنا الفوكا انا عندي صاحبي كان شاف سودي دي ولايه في الكومباني بلا ما تجبدوا اسمه قلت له خو وين جات هذا اللي بدا يوري لي كذا شفنا البات قال لي لابوليس قال لي شفنا شاف دو بريكات على الجدرميه ورالي رحنا تما صبنا اونكار معمر بالماء وطابوري ومن بعد جوزنا عند عيسى مداني فلاش الان تما اللي بهدلتو قلت له كي قالوا عيسى كيفاش صب اونكار وطابوري كذا قالوا لا هما يحبوا لافي تاع البحر يحبوا يطلعوا على البحر وهذاك الدوزيام هذاك صاحبنا هذاك اللي جا في لابوي هذاك كيفاش جا في لابوي ما فهمتهاش تاع لابوي فهم كلمه باسكو فرنسا دخلت على سيدي فرج وحب يدخل على موريتي هذا الانسان هذا الانسان انا والله ربي يهديك انا بنيتي جا قال لك كاين انسان عنده 11 شركه وحب ينفيستي في المولوديه وحنا كنا قيس الخبز قيس الجوز قلنا احنا حاجه مليحه حاجه تلاقيت معاه في الهيلتون تفهمت لا انا البرومي جور كي جا كان معايا واحد الانسان صاحبي كامل ركب معنا في الطوموبيل هو حب ينتميدينا واش يدير حكم التليفون زعما كون كو الحق ركب معنا من اللور مع باباه وكذا زعما حكم التليفون قال له الو وي مسيو المينيس سمح بي يقول لي وري لي بلي انا نعرف المينيس تما نخطط في صاحبي قلت له هذا والله العظيم ما كان والو وما كاع عمي عبد القادر ديفرين سلموا عليا منا قلت له يا عمي عبد القادر هذا الانسان فارغ ما كان والو والوقت ورا بلي هذا الانسان قلت له جيب دراهم ودي مولوديه ما غير الانصار مساكن جاب شاب صح وانا شكلي جا اللي جابوا هذاك في الهفيه طون سنيت ليك شاك واحد الشاك هكذا قال وراه الشاك ما قالش وراه خير صوروه او عندكم هنا صوروه واضح ربي يسامحوا عليك هل صح ان احمد العقون ربي يرحمه هو جابك كمسير في المولوديه لا عمي احمد ربي يرحمه عمي احمد حاجه كبيره في المولوديه وربي يرحمه ويوسع عليه عمي احمد شغل بابا نحترمه وقدام لنا احنا مولوديه هذه احنا نحبوها احنا سيبورت تاع المولوديه احنا ما جيناش من كاش جهه كما يقول لك كيفاش دخلت مسير في مولوديه الجزائر؟ كنت انا كان كامل لونغار نذكروا الناس حنا كنا مولوديه كانت في شركه سوناطراك ومن بعد اون 2001 سوناطراك خرجوا مولوديه ولات مولوديه كما يقولوا كانت تما مولوديه اس دي اف اكثر نتفكروا انسان مول الاوتيل تاع سان جوي الخضر بوكشاده اللي تما نسلموا عليه منا ونقولوا كثر خيره عاوننا عطاكم تما لو سياج عطانا مسكين شومبر 102 وكان سي بشيخ معانا كوم ماناجر جينيرال سي بشيخ في المولوديه تما اللي كنت تما لا تما لا وكنا حنا فريقتين حنا نعاونوا حنا نجيبوا كان كمال يجيب كنت نجيب نخلصوا له تاع قدام عندنا صح واضح هل صحيح ان عمر غريب هو من جلبه رافق حاج احمد واليوم انت اللي طردته من الفريق وقلت باللي هو سبب لا 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 مش انا جبته جابوا مسعودي التركي هو اللي جابوه هو اللي جابوه تلاقى معه كان يخدم هذاك في الالتون ما باش واش كان يدير كان يخدم في الالتون جابوا تعرفوا به تما جابوا كي صبتوا انا صبتوا تما كان تما كيما يقولوا يخدم قيس روحو قلنا كيفاش قدرت تخطف حشود من سطيف وتنقلت الى المنزل تاعو وقدرت تما تجيبوا المولوديه بس حشود كان عندنا كي كان صغير ومن بعد انا دينا لا كوب داجيري 2006 ومن بعد صار ديريكتور خالوط هذاك حوزوه كان واحد الجماعه تما في المولوديه ما قيموهش على كل حال ومن بعد كي عاودت وليت الكلاب هكذاك مور ما ديت تما خمت بلي شتو كان كيما نقولوا كان بروغريس مليح حشود وحبيت نجيبو رحت ليه للمنزل وفرحوا بيا والديه تما يما وخا هذاك الوقت كانت سطيف هي كانت سطيف كان سياسي كانت اليسمى كيفاش قدرت تقنعو؟ نقنعو بلا دراهم جبتو بلا دراهم انا نقول هذوك انا في التلفازه كانوا الناس عطاو له دراهم وكذا منا وانا قلت له يعرف بلي واليوم الحمد لله ونجم نقول لك بسكاو يلعب عندي بصح كي نقولوا المدلك زين المدلك واضح هل كيف استطاع عمر غريب ان ينتقد رشيد معريف قبل عوده سوناطراك من اين كانت عندك هذيك الشجاعه باش تقدر تنتقد ذاك الوقت رشيد معريف يقول لك بلي فاني طويل المولوديه قلت له نقي الكونسيلا تاعك نقي لومباسا تاعك باش نقينا احنا واش بك على ما شاف جاك او خلص كادوك كانوا ناس رشيد معريف انا نحترمو هكذا كانوا ناس يخدموا بونيشات عنده ماشي كيف انا عمر انا واش بك هذا ماشي كيف صح انا ما نخدمش عند الرجال كانوا ناس يخدموا عنده بونيشات عباك يا عبد الراشد ماري في الناس تموت
اش بك هذا؟ ما كانش الخوف الا من الله سبحانه. نحترمو خونا رشيد بريزيدون دونور كل حاجه، مي بصح انا ما كانش لي صح. نروحوا الى حاجه واحده اخرى تعلق بتاريخ عمر غريب. بزاف يقولوا بلي عمر غريب كان يخدم الكابا بكري، كان بزناسي. وي قال لك كيفاش يولي بريزيدون تاع مولوديا؟ كيفاش انا نحب مولوديا ونبزنس يا اخي؟ ما كنتش نزرع نبزنس، رحت لوروب طاليان اسبانيا، غير في اسبانيا 13 سنه. مش مشكل في هذا الشيء، لهذا قلت من المشكل انا مولود الجزائر يجي راه عمر غريب ولدي اللي حبها، خير ما يجيبوا براني اللي كان في الفيلو طالع حابط الفيلو. ماشي كيف كيف، ماشي كيف وزير الدول. ماذا قلت للوزير تهمي في غرف الملابس لما هبط في 2013؟ باش هذه السر نقول لكم دوك، واحد ما كان على بالي به نقول لكم، والله غير نقولها لكم دوك. فلافينا تاع فلافينا كونتر اللي اسمك تسمك غاتني الحال جا هبط. انا قلت له لقاك تبكي سي فري. كنت باش نبكي غاتني عمري، انا بني في دار واحد يريب هالي انا غاتني عمري. قلت له قلت له قلت له معالي قال لي كذا، قال لي عمر خلاص معليش كذا. قلت له لو كان صح فريمون جيت انت ترد بالك على واسمو، قلت له ما يخدموناش لاربيت وتهمي على باله يا كودك وراح يا كوتا ويسمع فيا منه، والله غير على باله، والله غير على باله. وقال كل شيء مخدوم. ها كل شيء مخدوم. مي بصح عليه ويحكي لك انا واش صرا لي. انا غاتني عمري تقول كيف باللي لو كان انا لو كان صرا لي واش صرا لي عليه. انا نحترم الدوله باسكو هذوك لي بون سبورتيس اللي شادين العصا في الوسط كعمر غريب اهان الدوله. انا جامي هند الدوله، انا 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 جزائري خير منهم. هذول يبيعوا البلاد، هذو الفعاصين. صح انا لا نحب بلادي خير منهم، ونحترم الدوله ونحترم الوزير نقول والحمد لله ربي جاب الحق والدوله عرفت بلي عمر حل على هذوك العباد. واضح. لماذا يرفض عمر غريب البقاء في المنصه الشرفيه ويشاهد المباريات من النفق؟ علاش؟ انا ما نقدرش نزيد نعطيك الاخر. هاد السمانه مع اتحاد العاصمه اويكلو يا اخي اويكلو، عيط لي الوالي نشكر سي عبد القادر الوالي تاع بليده كان جا تما يشوف كان حداد تما، عيط لي قلت له سامحني والله ما نقدر لانه قاعد درت كرسي في التينال وقاعد مر عليهم وما تلبسش كوستيم. ما في ما تلبسش كوستيم حرام خد باسكو. سامحوني على كل حال باسكو بكري كيما قال عليك بيا كان يهضر على الطبيب. عمك بكري كي تقول طبيب ولا تقول واحد راح للحج كيفاش حرام هذه؟ انا لابس كوستيم ولا حرام؟ سامحني بصح انا بدك سامحني. تفضل رضوان. عمك بكري كي تسيب واحد هكذا تقول حاجه نهار البومباردي قال لك دير الكرافطه وقربت وطبع برجلك هكذاك ولات الناس. ويسامحوني مانيش عارف كاع الناس على بعض الناس. بصح جامي لبست كوستيم؟ جامي وما لبسوش رضوان. في عرسك كي تزوجت؟ لا انا ما لبستوش. ما كي نزوج وليدي ما لبسوش. ما تلبسش كوستيم؟ لا جامي. واضح هذا نحترموه. سر علاقتك بحمار وحناشي يا خويا. والله حسن حمار انا شغل عرفته بعد وفاه ايبوسي شفناك بسرعه البرق كنت في تيزي وزو. لا ما كي كان مريض حناشي روح. انا شو حناشي نحترمو سي بلي اونسيان بريزيدون في الجزائر بريزيدون تيتري نحترمو انسان كبير ويحترم لي شغل خوه وكذا ويعرف كره القدم ويعرف كره القدم ومالغري بالك هو بين ذاك يغلط الكمال وربي سبحانه. علاش انا نهار كانت الناس دايره عليه لا مارش قلت لهم يا ناس خافوا ربي معليش لا كومونيكاسيون مليحه صالح روحوا ليه بالك ناس مغلطينه خاطر هذا ما يسالش حناشي واحد يدير حاجه ماشي مليحه. صاحبك حناش حمار حبيبي وصاحبي وكل حاجه. حتى واش صرا العام اللي فات في لقاء تاع سطيف لا فتح شوشي مع الحارس؟ لا الى انه العلاقه ما بردتش. لا لا ما كانش احنا نلعبوا في سطيف ما كان حتى مشكل. انا كنت سطيف كنت في الاوديال الهضاب الناس سطيف كاع جاوا عندنا والحمد لله. هل صحيح انك قررت عدم اعاده زيماموش بوشامه وكودري لانهم تركوا الفريق في دور المجموعات عند كاليفيتو ليبول؟ لا هذه قالوها في الزنقه برك رضوان سي فو ما كاش منها. من هم اصحاب الكاسكروطات اللي تهضر عليهم توشو؟ اصحاب البيبرو اصحاب الكاسكروطات بصح جامي سميتهم. بصح رضوان انت اقرب واحد مني تعرفهم كاع رضوان بلا ما سميتهم. نعرفهم انا تسمى انا اللي نقول. لا لا تعرفهم ماشي عايز نسميهم ماشي انا باش نقبحوا في الناس ولا مي شغل كيما يقول لك كل واحد يعرف بلاصتو. انا نحترم كاع الناس وما الناس تحترمنا. الفريق تاعنا الفريق تاعنا راهو كيما نقولوا الحمد لله. نعم رضوان يا خويا يعني ما تحسبش. لا لا قول قول يعني حاجه قول يعني ولا 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 ما يهضر اصحاب اللي يحبوا لي زوتيل يحبوا لي زوتيل. انا لوتيل نخلصوا بالدراهم. لا لا جبنا واحد الوثيقه كاينه صحه لوتيل ونو دي مولوديا في تلمسان وعندنا الوثيقه دوك على كل حال يدير حاجه كيما قدر يخلص يخلص. واضح. اخر سؤال او السؤال ما قبل الاخير، يقال وهذه شهاده انا شفتك خطره ما تقوليش لا لا ما كاش منها بانك تسير بسرعه بالسياره تاعك في الطرقات تجري بزاف في الطرقات. لا رضوان هذه غادي ما كاش منها كيف ما هذه سامحني رضوان انا شفتك. لا لا رضوان شوف ما تجريش ما رضوان وين مشينا باش نجري نخرج من الدار البيرو ما نديش 15 سيركيلاسيون بزاف
تحكي لك في الشركه راسك اسكت تحب السرعه نعم اسكت تحب السرعه ايه بصح ما عنديش وجه للسرعه تروح للسطيف ما تركبش طياره ما نسوقش والله ما نسوق تروح لقسنطينه والله ما نسوق غير كاين يعني ما كاش منها كي كان حامد نعم كان 2012 حكي لك كي كان حامد صاحبي ولا كاين حاكم ثاني هذا والله غير نركب معاه والله ما نسوق يا رضوان واد اللي قال لك والله غير غلط انا شتك خطره تجري خلعتني كي شتك في الطريق شفت من جهه رضوان واش من جهه فلوطورو دوك ما نديروش بيبليسيتي معليش اخر سؤال سبق لك انك دخلت للسجن وقلت في تصريح للهداف خطره قلت بلي مانديلا ودخل الحبس اي ورا المشكل مي بصح هذيك دوك انت الناس لا الناس هذيك ضربه واش داروا عليها يا ودي بلا ما نقولوا هذيك الحكايه هذيك الحكايه دخل الحبس وكدا وكدا هذه حكايه مع واحد تقول رشيد يسكن في لوساندي انا راني نسمي الانسان هذا على كل ويسامحنا على كل صاد غلطه وهذاك الصغر وكدا هذا ما كان حكايه 40 يوم عليه وهذا ما كان هذوك اللي كنت انا خاطر 40 يوم السجن هذاك ما كان ومن بعد هذيك الضربه شغل الناس شغل دارتها حكايه واحده اخرى كذا حكايه واحده اخرى وكذا شو ما قلت لهم انا عايشين في الدوله ماشي في غابه باقي تفرا هذا انا وقلت لهم مانديلا تاك دخل الحبس اي مانديلا مات الله يرحمه عليك ايه مي دخل الحبس تجوز انا مانديلا بنبلا الله يرحمه كاع الناس قال انت شبهت روحك العلي لابورت المانديلا البنبلا الله يرحمه انا ثاني انا 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 ثاني خويا رضوان اباك باش تحكم ولوديا لازم تكون عندك بيرسوناليتي لازم انا كي قلت لك قبيله ما كنتش قلت لك حاجه قلت لك تحدى واحد في الجزائر يقول لك لقيت عمر في لا غرون بوست يقول لك عمر لقيت عمر في باب الواد يقول لك عمر لقيت عمر في لوساندي خويا رضوان خاطيني انا خاطيني هذاك الخلط اللي كانوا عايشين به الناس صح خاطيني والله خاطيني واضح نغلقوا ملف ما تخبيش علينا جيت ما تخبيش علينا والو عمر والله والو خير رضوان ويسعد نورمال نروحوا الى